أوه، ألوان جميلة، كم أحب الألوان. روزي في غاية اللطف. وماذا عن أول مهمة لي كطائر بريد يا لين؟ لست سيئاً ها؟ سأبعث لوحة لروزي لأشكرها، انتظرني من فضلك. يمكنك إرسالها إلى تل فكري يا لين. إرسالها؟ لكن أين يجب أن أضعها؟ ألديك علبة كرتون قديمة؟ بريد! هذا صندوق بريد وليس طبلاً. ما شعورك؟ مرتاح؟ جذري العجوز يدغدغني، لكنني متحمس ولا أمانع. ها هي أول رسالة لك. مرحباً لين، لمن سترسلينها؟ فلتخمن يا فكري. دعيني أفكر. روزي، بينون، كرز، بلبلة، رومبا. أجل، أوه، يجب ألا أنسى. لا يمكن إرسال بريد بدون طوابع. تفكير جيد يا لين. وقت إرسال الرسائل. شكراً فكري. شكراً فكري. أحب إرسال أشياء لأصدقائي، فهذا أمتع بكثير من تلقيها. تسعدني خدمتك. كم أتلهف لاستلام رسالتي. ماذا يحدث هنا؟ رسالة لك. ونيس يقوم بإيصال البريد يا بلبلة. إنه أول طائر بريد لنا. ماذا؟ لكنني أطير أفضل منه بكثير. أصلح كطائر بريد أكثر منه. أوه، سوف يبدو هذا جميلاً. أفسح الطريق يا لين، فقد جاء صندوق البريد. هذا جميل حقا يا كرز. نعم، فلنرى الآن من سيتلقى رسائل أكثر، أنت أم أنا. هذا يتوقف على عدد الخطابات التي نرسلها. لا 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 لا. طيري 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 إلى أعلى. يا إلهي، مسكين يا رومبا، لو لم أكن مشغولة الآن لساعدتك. لا أحتاج أي مساعدة. من السيء أنها لا تحرك جناحيها. طيري طيري طيري. مرحبا يا ونيس، يبدو أنني صنعت صندوق البريد في الوقت المناسب. تفضل يا بينون. لو كان يوجد طائر بريد هنا فهو أنا. فلتسمحي لي يا بلبلة، كانت فكرتي أنا. لقد كانت فكرة فكري أيضا. دعكما من هذا، الأمر الهام أن يتسلم الجميع رسائلهم سليمة وبسرعة. وأنا أكثر سرعة منك على أي حال يا ونيس. إذن فلنرى هذا، آخر من يصل إلى عش بطة هو الخاسر. ربحت، وصلت هنا قبلك. هذا غير صحيح، أخبريه يا بطة. دعكما من هذا، لقد حطمتما صندوق بريدي. اسمح لي، هناك من لديه مهام بريدية لينفذها. يزورونني الكثيرون منذ أصبحت شجرة بريد. أنا أظن أن صندوقك سيصبح ثقيلاً يا فكري. لا مشكلة، أريد فقط أن يتسلم الجميع رسائلهم سليمة. سوف تصلني رسائل كثيرة. وأنا أيضاً. أحسنت يا فكري، هذه أفضل فكرة في العالم. أنت لن تأخذهم كلهم، أريد إيصال البعض. هذه لي، أرجوك يا بلبلة لا تزعجيني. بريد بريد بريد، فكري ليس سعيد. لقد نسينا فكري، كانت فكرته من البداية ولم نرسل له أي خطاب. لا تقلقي، سنفعل. ماذا سنفعل يا روزي؟ هيا
فلتحضري ورقاً وألواناً يا لين. لا تنسى الطابعة يا رومبا. مستعدون؟ واحد، اثنان، ثلاثة، هيا! ما هذا؟ بريد لي أنا؟ وهذه أرسلت لك من بينون. لم أتلقى رسائل من قبل، هل تساعدينني في إرسال بطاقات شكر؟ بالطبع، أنت أفضل شجرة بريد في العالم كله. آسفة، سامحوني. روزي، ماذا يا رومبا؟ شاهدي بانتباه شديد. تمرنت على لعبة اليويو ساعات طويلة. هذا رائع يا رومبا، هل يمكنني أن أجرب؟ نعم، لا تحزني إذا أخطأت يا روزي، تحتاج هذه اللعبة إلى أيام من التمرين. أصبت يا رومبا، الأمر صعب. ها؟ لكن كيف فعلت هذا؟ لقد اختفى، أحدهم سرقه. تمهلي يا بلبلة، ما الذي اختفى؟ عشي، بيتي الجميل. ألم يكن فوق أغصاني فكري؟ لا أقصد هذا، بل واحدا جديدا رائعا. مهلا، متى كانت آخر مرة رأيته؟ عندما تركته بالطبع. أتأخذيننا لمكانه؟ بالطبع، ولكن لا شيء هناك، فقد اختفى، رحل واختفى. هذا محزن، مسكينة أنت. كان أفضل عش بنيته في حياتي. ومتى رأيته آخر مرة؟ لما يسألني الجميع السؤال السخيف نفسه؟ لما؟ آسفة، أنا دائماً أتأرجح عندما يزعجني شيء ما. لما لا تحاولين؟ حسناً. عصفورة صغيرة نامي في أمان. ليتني أتمايل فوق الأغصان مع الهواء المنعش. هذا يذكرني بمصيبتي أكثر. لنذهب ونرى بينون، ربما يمكنه أن يساعدنا يا بلبلة. مرحبا يا بينون، لقد اختفى عش بلبلة، أتساعدنا؟ هذا محزن، ومتى رأيته للمرة الأخيرة يا بلبلة؟ أنا أراه الآن، أو ما تبقى منه. لا يا بلبلة، هذا ليس عشك. واضح أنه لم يعد هو، انظر ماذا فعلت به. لا يمكن أن أفعل هذا، صدقيني. نعم، هذا حطب يا بلبلة، بينون ليس سارقا. من السارق إذن؟ أخبريني. أتمنى أن يعجبها، فكري يعرف جيدا ما تحبه بلبلة. ما رأيك في هذا يا فكري؟ دعوني إذن أرى. علي الاعتراف، إنه منزل أحلام كل عصفورة في العالم. إذن كل المتهمين مجتمعون وحول عشي. لا، أنت مخطئة. لم نفعل، لسنا لصوصا. انظري إلى هذا البيت الجميل الذي صنعه أصدقاؤك لك. أنتم صنعتم هذا لي أنا؟ هذا ما حاولنا قوله. أين كنتم طيلة النهار يا حبات البلوط؟ هل تأخذيننا إلى مكانه رجاءً؟ لقد كان هنا بالضبط، في هذه الشجرة تحديداً، أترون؟
والآن إلى أين تذهبون؟ هناك شيء فوق، شيء نبحث عنه. نعم. ولكن لمن هو يا ترى؟ ربما هو لعصفورة أخرى. نعم، هيا بنا لنذهب ونبحث في مكان آخر. بلبلة، هل أنت متأكدة من أنك لم تبني عشك هنا؟ ربما فعلت. إذن لم يسرق أحد عشك، لأنه ما زال هنا في مكانه، صح؟ لقد نسيت مكانه، اعترفي. ظننته في الشجرة الأخرى مجدولة الأغصان. ليست غلطتي أنهما متشابهتان. ها؟ بلبلة، اتهمت الجميع بالسرقة، ألا ترين أن عليك الاعتذار؟ بلى، سامحوني جميعا. كيف ستتأكد من أنها لن تضيعه مجددا؟ ربما عليها أن تضعه في مكان يسهل تذكره. هل أنت مستريحة هناك؟ الجو لطيف ومنعش هنا. أهلا وسهلا بعودتك. ما رأيكم في بيتكم الجديد؟